معنا في هذه الجولة أبدأ معك من أسواق المال العربية ومدى تأثرها بما قام به الفيدرالي الأمريكي وحتى المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة. تفضلي سيدة نادية. مرحبا. طبعا يعني شهدنا تقلبات كثيرة في الأسواق مع تغييرات السياسة النقدية، أو يعني نحن متوقعين تغيرات في السياسة النقدية. الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في 25 نقطة أساس، ويعني 84 من توقعات SME تول الفيد واتش تشير إلى أن الفيدرالي ممكن أن يوقف هذه السياسة النقدية أو هذه الاجريسيف يعني بوليسي اللي هي رفع اسعار الفائده ب 25 نقطه اساس. وايضا المركزي الاوروبي رفع اسعار الفائده ب 25 نقطه اساس، ويعني ذلك اثر على اليورو واثر على الدولار. راينا ان اليورو في حد ذاته في اليوم نفسه عند ارتفاع اسعار الفائده شهدنا ان اليورو يعني ما استفاد من هذه الرفع، ولكن استفاد بالفعل من انخفاضات الدولار التي الآن عندما يكون عندنا رفع أسعار الفائدة بالشكل الطفيف أو مع توقعات بنهاية هذه السياسة النقدية، يعني نشهد أن الدولار في حالة انخفاض. طيب سيد نادي، أود أن أسألك عن الأسواق العربية أيضا، كيف استفادت أسواق المال العربية من أزمة المصارف الأمريكية والأوروبية الأخيرة؟ طبعا يعني كان في نوعا ما ضبابية عند من يعني هذا الموضوع بخصوص الأزمة المصرفية، حينما كمان نرى أن في بنوك كبرى مثل باكوست أيضا ممكن أن تلقي خسارة في هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، أن يعني يعلنون عن هذه الخسارة والكولابس. ولكن لم أرى أن البنوك الأسواق العربية يعني تتأثر بهذا الموضوع. طبعا في أمريكا يعني حطوا more credit conditions وأساسيات أخرى لتعديل هذه المرحلة، ولكن لم تنتهي المرحلة هنا. بس يعني الأفكت الكبير هيكون في أوروبا والدول يعني مثل أمريكا، ولكن لم سنراها في الدول العربية في هذا الوقت أكيد. أيضا سيدة نادية، يعني هناك ما يقرب من نصف صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، هذه الصناديق تخطط لشراء المزيد من أسهم شركات أوروبية وأيضا شركات أمريكية، هل يمكن القول بأن فرص الاستثمار في الشرق الأوسط أصبحت الآن تزداد؟ طبعا يعني في الشرق الأوسط رأينا يعني أن خصوصا بدبي مثلا أن كل جميع شركات التداول كمان تنضم إلى دبي كمركز أو يعني مركز لهذه الـ finance hub. ونرى أن في IPOs كثيرة من الأسواق العربية تنضم أيضا في الطرح في الأسواق، وأن في يعني awareness أو معلومات تزداد من حيث الأفراد أن يبدأون بالتداول والinvestment، يعني في awareness أشاعت فيها الفترة الأخيرة حتى من بعد COVID-19، والتي رأينا أن كل الناس تبدأ في التداول ويعني شراء الأسهم، ويعني هذه أكثر من تستفاد أكثر من هذه الفضولية، وتبدأ المرحلة التي تكون فيها investors ويعني استثمار أكثر واضح في الشرق الأوسط. أيضا من جانب آخر سيدة نادية، يعني نرى هناك توجه من قبل رؤوس الأموال العالمية باتجاه الأسواق الناشئة، السبب وراء عودة رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة؟ طبعا يعني في الأسواق العالمية رأينا أن لسه في يعني ما زال في رفع أسعار فائدة، وهذا يعني يسبب في الـ negative effect أو يعني ينعكس بشكل سلبي على الـ businesses.
لذلك الانفسترز والمستثمرين يعني يروحوا او يعني يتوجهون الى هذه الاسواق الناشئه لانها يعني اكثر فولاتيليتي طبعا، ولان في يعني خلاص عنده مرحله ان في رفع اسعار الفائده دلوقتي خلاص هم اوريدي يعني راوا رفع اسعار الفائده السنه الماضيه ويتخطون هذه المرحله، لذلك نشوف هذا الترانزيشن من الدول العالميه الى الاسواق الناشئه. نعم، أيضا في الاقتصاد الأمريكي سيدة نادية نترقب اليوم بيانات بالنسبة للتضخم الأمريكية، ما هي توقعاتك لنتائج هذه البيانات؟ البيانات تشير إلى أن استمرارية التضخم عند 5%، ويعني هذا مثل الشهر الماضي عند 5%. طبعا احنا رأينا انخفاض كبير من البيكس أو من القمة التي رأيناها يعني في أوائل السنة وآخر السنة الماضية التي كان عند 9.1% 9%، والآن هو عند 5%، فممكن أن نرى انخفاض يعني انخفاض مش حاد بس انه طفيف من طبعا من وراء رفع اسعار الفائده الاخيره اللي هو 25 نقطه اساس من قبل الفيدرالي التي شهدناها، فممكن ان نرى انخفاض طفيف وهذا ايضا سينعكس في الاسواق طبعا على الدولار بشكل سلبي موست لايكلي يعني بشكل سلبي على الدولار الامريكي وعلى الاسواق العالميه طبعا it will be a positive effect لانه يعني سيكون الإفكت تبع هذه رفع أسعار الفائدة سيكون محدود الآن على البزنسز الكبيرة والصغيرة، وأيضا على الإقراض من البنوك سيكون يعني عند سيستمر عند 5 أو سيثبت عند 5% أو 5.25%، ولم سيزيد عن ذلك لأن السقف النهائي أوريدي لأسعار الفائدة فهو يعني عند ذروته، فإذا قرر الفدرالي برفع أسعار الفائدة ثاني ذلك سينعكس بشكل سلبي على الإيكونومي والاقتصاد، من لذلك يعني نبدأ الآن في مونيتورينج البيانات الاقتصادية بشكل أكبر. أيضا سيدة نادية بالاقتصاد العالمي يعني في ظل محاربة التضخم، هل نشهد بأن الاقتصاد العالمي خرج من دائرة الخطر في 2023 أم سنشهد صفعة من قبل الركود إلى الاقتصاد العالمي في 2023؟ نحن يعني متوقعين أن نكون في soft landing دلوقتي بسبب يعني طبعا في أزمة البنوك العامة والكبير أيضا، فلذلك يعني ذلك أثر أيضا على حالة الركود الاقتصادي، توقعاتنا للركود الاقتصادي ممكن أن نشهد ركود اقتصادي في بعض الدول مثل المملكة المتحدة أوريدي دخلت في ركود اقتصادي لأن مستويات التضخم عندها أكثر من 10% حتى مع رفعات البنك يعني بنك المملكة المتحدة برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس 4 مرات و25 نقطة أساس كذا مرة أيضا، لذلك ولم يعني لم التضخم لم ينخفض، فذلك عندنا مشكلة في الركود الاقتصادي بشكل عام في حتى الدول الكبرى، فلازال في الاحتمالية من ركود الاقتصاد أو at least soft landing، أو يعني رأينا أن النمو الاقتصادي بشكل عام في الدول ينخفض الولايات المتحدة ويعني الولايات أو أوروبا، فرأينا أن النمو الاقتصادي أوريدي ينخفض، ففي هذه الحالة نعم نتوقع يعني ركود اقتصادي مش بالكبر أو مش بحجم التي كنا نتوقع في 2022، ولكن مع الأزمة المصرفية ممكن أن نرى أن في هذه الحالة أن نرى يعني تدخل من في الركود الاقتصادي أوريدي في الفترة المقبلة. أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك أزمة الديون، يعني مخاوف كبيرة أصبحت تتفاقم عن عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها، كيف سيؤثر ذلك على قوة الدولار وأيضا على الاقتصاد العالمي؟
طبعا أزمة الديون يعني نراها تقريبا كل سنة، ويعني يجتمع الـ governments والـ US Treasury Secretary وجانيت يالن يعني بسبب أنهم عايزين يعلوا السقف، يعني هذه الأداة المتاحة الوحيدة اللي ممكن أن يعني تستوب الكارثة من happening. طبعا لأن إذا وصلنا بالفعل إذا هذا السقف يعني، فطبعا سيؤثر بشكل سلبي على الدولار، ولكن زي ما سبق وشفنا أو شهدنا أن على طول في أنه نوع من التدخل من الوايت هاوس والكونغرس بانهم يرفعون ايضا، وممكن ايضا انهم يستخدمون الاموال التي كانت بصالح كوفيد 19 التي لم يستخدموها، التي كانت تحت تعتبر تحت الالترا ايزن بوليسي، ممكن ايضا ان يبدو ان يستخدموا يعني نوعا ما حاجات اساسيات اخرى من السياسه الماليه، او تغيير السياسه الماليه مثلا من fiscal policy يعني للانفراستراكشر، ممكن ان يحطون من الانفراستراكشر والت الى debt ceiling او السقف لسداد الديون. طيب سيدة نادية، أنتقل معك إلى أسواق الطاقة. يعني في ظل تأثر النفط بتحركات الفيدرالي ورفع لأسعار الفائدة، هل سنشهد برأيك تراجع هيمنة أو رجوع لهيمنة توأمة البترودولار على النفط العالمي؟ اوريدي شاهدنا ان النفط الان يستقر يعني في حدود السبعينات، اذا كان برنت و WTI الاسبوع الماضي كان تحت السبعينات عام 69 دولار، وذلك يعني بسبب طبعا تدخلات السياسه النقديه وتغييراتها، وايضا لان الطلب في الصين يبدا ان ينخفض، يعني شاهدنا ان الايرادات في الصين، شفنا ان المانيفاكتشرنج بي ام ايز وجميع البيانات الاقتصاديه تتراجع، ففي يعني تراجع مهم وكبير في الصين، لذلك تؤثر بشكل سلبي على اسعار النفط. ولكن مع في المرحله المقبله مع افتتاحات طبعا الصين، و يعني ممكن أن نرى شوية انفعال في أسعار النفط. أيضا أريد أن يعني أذكر أن أوبك بلس أوريدي عملوا تطوعات تخفيض الإنتاج بما يعني يساوي 3.6 مليون برميل تطوعي، يعني بشكل عام ده إضافة من 2 مليون برميل التي شهدناهم في السنة الماضية، اثنين مع 1.6 مليون الذي أضفوهم في الشهر الماضي والذي بدأوا في هذا الشهر، ولكن لم يساهم في رفع أسعار النفط. ولكن ممكن أن نرى تدخلات أوبك بلس مجددا أن ترفع أسعار النفط إلى مستويات 80 دولار، لأن هذه المستويات التي دائما أوبك بلس تساهم في الحفاظ عليها. فبالفعل يعني ممكن أن نرى تقلبات كثيرة من أسعار النفط، ولكنها تنتمي إلى الصين أكثر ما هي تنتمي إلى الدولار. أيضا سيدة نادية، يعني اليوم هناك عدد من الدول التي تنوي التعامل بعملاتها المحلية في التجارة الخارجية بديلا عن الدولار. أصبح عدد هذه الدول في تزايد، في مقدمة هذه الدول أيضا روسيا، الصين، الأرجنتين، إيران، كل هذه الدول الآن أصبحت تريد تبديل عملة الدولار بالتبادلات التجارية الاقتصادية العالمية. هل يمكن القول إن أو أن هيمنة الدولار على التبادلات التجارية العالمية قد تتراجع خلال الفترة المقبلة؟ نعم شاهدنا ذلك بالفعل، ولكن يعني أسعار السلع قيمتها بالدولار، فحتى إذا يعني هذه الدول خرجت من عن تجارة بالسعر الدولار، فالسلع مرتبطة بالدولار، فيعني ممكن أن نشهد أن يعني لم سنشهد أن الدولار يعني get affected negatively قوي بهذه المعلومة، أن هذه المعلومة كانت يعني في الأسواق منذ خلال الربع الأخير، ولكن لم يعني نشهد الافكتس بتاعتها على الدولار اوريدي. فيعني السلع تنتمي او بقيمتها لا تزال بالدولار، لذلك لم سيحرك هذه
التقيئة الجديدة على مستويات الدولار الآن، يعني comparing أو بالمقارنة مع مثلا السياسة النقدية في الولايات المتحدة التي بالفعل نرى مفعولها على الدولار الأمريكي. طيب سيدة نادية، أختتم معك. يعني منذ بداية الشهر رأينا تقلبات واضحة في أسعار الذهب في البيانات الاقتصادية، هل سيستمر الذهب في الارتفاع أم سيشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة؟ يعني اليوم ممكن يكون في تقلبات مثيرة لأسعار الذهب، لأن اليوم الـ CPI هو نتوقع أن يكون أو منتين عند 5%، ولكن إذا مثلا في حال إذا جاء مرتفعا أو منخفضا، سيكون في أسعار الذهب ممكن أن نشهد ارتفاعات، ولكن إذا جاء بشكل سلبي يعني ممكن أن نرى أن الدولار ما زال سيكون مرتفعا، فممكن اليوم ستكون الأساسية المحركة للأسواق ستكون هذه البيانات الاقتصادية الـ US CPI. ويعني شفنا طبعا تقلبات يعني كبيرة لأسعار الذهب الأسبوع الماضي حينما صعد إلى 2080 دولار من بعد تقرير الوظائف الأمريكية، ولكن اليوم أيضا بيانات اليوم ستكون حاسمة في ترقب أسعار الذهب اليوم. نعم، محللة الأسواق المالية في مجموعة كوتي من دبي نادية البلاسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا.